بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل جلاله بأحب أسمائه إليه وأحب صفاته إليه أن يجعلني وإياكم وذرياتنا وأهلينا ومن أحببناه فيه من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، إن ربي على ذلك قدير، وإن هذا على ربي سبحانه ليسير. أي موضوع أحبة الفضلاء، أي موضوع في الدنيا تريد أن تطرح، إذا ما لم يكن قائدك في ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فوالله طرحك لهذا الموضوع ناقص أبتر، ليس له طعم ولا رائحة ولا لون. كيف يا جماعة نطرق المواضيع أيا كان عنوان المحاضرة أو اللقاء من غير هذا الكتاب العظيم العزيز الذي قال الله جل جلاله عنه: وإنه لكتاب. والله لو قال ملك من ملوك الأرض أمسك بكتاب قال وإنه لكتاب ثم سكت، والله أن تعلم من الكتاب هذا عظيم بدون ما يكمل. لو أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أمام الصحابة وقال أما هذا فإنه لكتاب ثم سكت وانقطع الحديث وما جاءنا تكملة المتن، والله نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عنه وإنه لكتاب إلا لأنه عظيم. فكيف إذا قال الله جل في علاه الذي ما جرى نفس من أنفاسي وأنفاسك، الآن لدخل هذا النفس ما جرى إلا بأمره من فوق عرشه جل جلاله، ولا نبض قلبك ولا ارتخى ولا انقبض إلا بأمره، ولا جرت قطرة دم في عينك ولا في أذنك ولا في رأسك ولا في أخمص قدميك إلا بفضله جل جلاله. يقول سبحانه: وإنه لكتاب عزيز. عزيز، العزيز من البشر إذا جيته يهش ويبش ويفرح فيك ويكرمك، لكن إذا خليته وتركته و وليته الأدبار ما يلحق. يقول هذا عزيز نفس، صح؟ والقرآن هذا إذا أعطيناه فضلة أوقاتنا والله ما تذوق له طعم. قال الله جل جلاله: قل هو نبأ عظيم. هو هذا الكتاب، هذا شوف طالعة، هذا نبأ عظيم، بس ما في مو أي أحد يحس فيه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يذوق طعم هذا الكتاب قبل أن يموت. قل هو نبأ عظيم أنتم. سبحان الله، القرآن عظيم، ثم جاء اللي طالع القرآن ويتعامل مع القرآن ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن أعطاه أيضا إشارة، قال أنت، وش فيني أنا؟ هو نبأ عظيم، منتهي من الموضوع هذا، لكن بقى أنتم، وش فينا؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نقرأ، بس الله عز وجل ما قال إن الإعراض إعراض عن القراءة، بل قال إنه يسمع ويقرأ ولا مدبرا كأن لم يسمعها. سمع، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، يعني هو ذكر وسمع وعرف وحفظ، قال فأعرض عنها ونسي، ما نسي الآيات
نسي ما قدمت يداه اللي مخالف للكلام اللي موجود في الكتاب. سماها الله إعراض. قال الله جل جلاله: أنتم عنه معرضون. طيب موضوعنا اليوم بعنوان ليس عن القرآن، لكن أي موضوع يا جماعة بتكلم فيه في القرآن؟ والله العظيم تطرحها من جميع، تأخذ كتب الدنيا ومجلدات الأرض كلها، والله لن تحيط بأي موضوع ما لم يكن قائدك هذا الكتاب وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وقبل هذا وذاك توفيق الله عز وجل لك. قال سبحانه: وكل شيء أي عنوان في الأرض، وكل شيء إيش ذكرناه؟ لا، وكل شيء فصلناه تفصيلا هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء إي وربي كل شيء. طيب في هذا الكتاب العظيم أول ما جلست يا جماعة حضر لهالموضوع: إن الله يحب التوابين. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم في صحائف التوابين عند رب العالمين. والله إنه شرف أن يحبك الله عز وجل الذي جعل ملوك الأرض ملوكا. الله الذي قال جل في علاه: قل اللهم مالك الملك، إيش يقدر يسوي؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ما أعظمه، يطلع ملك من قصره بين خدمه وحشمه من قصر إلى قبر. ما أعظم الله، ينزع الملك، أصبح فوق الأرض يأمر وينهى، أمسى تحت الأرض رهين قبر متر في متر. أي ملك جل جلاله القادر على هذا؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللهم أعزنا ولا تذلنا يا رب العالمين. بيدك الخير، فقط بيده هو، فكيف لو كان من بيده كل شيء يحبك سبحانه جل في علا. لأجل هذا أحبتي الفضلاء، الله عز وجل فصل لنا قضية التوبة وكيف تكون التوبة، وهل أنت تحتاج للتوبة ولا لا، ومن اللي يحتاج يتوب ومن اللي يحتاج ما يتوب، في كل هذا في هذا القرآن، وتحتاج تتوب من ماذا، كل هذا سنمر عليه بإذن الله إن أعاننا الله عز وجل من خلال هذا الكتاب العظيم. أسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أسباب المشاكل في الأرض من إيش؟ أمراض وبراكين وزلازل وهدم وحوادث، هذه كلها أسباب إيش؟ قال الله عز وجل، كل شيء يا جماعة مفصل في الكتاب. ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد يعني ما كان موجود ثم بعدين ظهر في البر والبحر. البر والبحر يمثلان إيش؟ الأرض. ودائما يذكر الله عز وجل في القرآن الأرض ويذكر معها السماء، إلا هالآية ما ذكر فيها. ليش يا جماعة؟ ليش كل آية فيها السماوات والأرض، الأرض والسماوات العلى، هذه الآية فيها أرض وما فيها سماء؟ ليش؟ ما في بشر ولا ما في فساد؟ ما في فساد في السماء، عشان كذا ما عندهم مستشفيات.
ما في أمراض، ما في عيادات نفسية، ما في براكين في الأرض، ما في زلازل في السماء، ما في زلازل في السماء، ما عندهم أي مشكلة. لا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ظهر الفساد في البر والبحر. ليش؟ اسأل، شوف القرآن عظيم، اسأل وتلقى، قل ليش كيف وتلقى الكلام يأتيك الإجابات. ثم تأتي باء السببية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أي مشكلة تجيك، والله أنا وأنت أخي الغالي من أسباب هذه المشكلة. بما كسبت أيدي الناس. طيب ليش؟ ثم تأتي كلام التعليل، يعني ليش؟ ليذيقهم إيش؟ ليذيقهم كل الذي عملوا. شفت المشاكل اللي صايرة في كل مكان، جراحات وحوادث مريعة وأمراض مستعصية، كل هذه بعض اللي سويناه. ليذيقهم بعض الذي عملوا. لكن في ناس وفقها الله عز وجل أنه يحس، عنده إحساس، يعني يذنب ثم تجيه مصيبة تلقاه بسرعة يراجع، وتلقاه أصلا يوم يذنب وهم تحريها متى تجي، فعشان كذا يحاول يصفي بالتوبة قبل لا تجي. في ناس يذنب وقسم بالله قلبه يتقطع، وعارف انها بتجي، يعني هذه مصيبه بتجيني ليذيقني بعض الذي عملت، فتلقاها متحريها. وفي ناس لا، اسال الله لا يجعلني وياكم من هؤلاء اللي يعصوا يمشي ما يدري عن شيء. قال الله عز وجل ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليش؟ ليش؟ وتأتي لام التعليل مرة ثانية، لعلهم يرجعون. في القرآن كلمة يرجعون، وفي القرآن كلمة يرجعون. يرجعون هذه غصب، يرجعون هذه بكيفك، واضح؟ يرجعون هذه غصب علينا، كلنا بنرجع، لكن يرجعون هذه مو بكلنا. وأسأل الله أن يجعلنا من أصحاب يرجعون. هو يرجع، لعلهم يرجعون. ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي مصيبة تجينا يا جماعة، من وين؟ بما كسبت أيديكم. وفي الآية جزء خطير، يقول الله عز وجل ويعفو عن كثير. إذا عرف قارئ القرآن بل متدبر القرآن أن القضية والله فيك أي ذنب تصيبه وتقدم عليه، خذها قاعدة حبيبي الغالي، كل ذنب تمتعنا به والله سندفع ثمنه، سندفع ثمنه، أما عاجلا أو آجلا، أو يريد الله بنا خير فنتوب ثم يمحوه الله عز وجل. ثم إذا محاه الله وعفى عنه والله لا يأتيك عاقبته. واحد في الأرض ثم أذنب أذنب أذنب، ثم قرأ الآيات وعلم أن الله سبحانه وتعالى سيؤاخذه بهذه الذنوب، فتاب إلى الله ورجع. تعرف إيش يصير في السماء؟ تعرف إيش يصير في السماء؟ حدث عظيم. يعني الآن لو أنا أغلط عليك وأجي أتأسف منك، كثر الله خيرك إن قلت مسامحك، صح؟ إن قبلت عذري حتى تلقاك مكشر في وجهي لكن سامحتني كثر الله خيرك.
لكن تلقى يبقى في خاطرك شيء صح؟ طيب كيف لو أنك مو بسامحتني إلا فرحت أني جيتك وأكرمتني؟ ولله المثل الأعلى سبحانه. جلس مجموعة شباب مع واحد من الدعاة فقام يسألهم يقول لهم إيش أعظم نعمة أنعم الله بها علينا؟ فقال واحد أعظم نعمة أنعم الله بها علينا الصحة، أن نمشي وغيرنا معاق. واحد قال الحمد لله أن نشوف وغيرنا عميان ما يشوفون لا حلال ولا حرام، أسأل الله أن يعصمنا عما يغضب. وقال هذا قال هذا الصحة وقال هذا المال وقال هذا الوالدين وقال هذا. فقام واحد منهم ليس عليه آثار الاستقامة، يعني يا جماعة ترى أنا أسأل الله أن يصلح بواطننا وظواهرنا. فقام واحد منهم دمعت عينه، هو أصغر واحد فيهم، قال أما أنا أظن أن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن ربي هو ربي. كلام كبير، والله كلام كبير. يقول أعظم نعمة من الله علينا بها أن ربنا هو ربنا سبحانه. يقول والله العظيم لو غير ربي وشافني على اللي سويت معه أقسم بالله أن يمزقني إربا في الأرض. يقول أقسم بالله لو شافت أمي وأبوي اللي ما خلقوني ولا رزقوني ولا حركوا الدماء في عروقي ولا أجروا أنفاسي ولا يملكون لنفع ولا ضر، والله العظيم لو شافوا ربع اللي شافه ربي مني يقطعوني. فأحمد الله أن ربي هو ربي سبحانه. فتذكرت كلام ابن القيم عليه رحمة الله لما قال للعاصي ست خصال منعم الله عز وجل فيها عليه. أول وحدة الحلم، أن الله عز وجل حليم. قال أما أنه لو شاء لقصم ظهر العاصي وهو يعصي فلم يتحرك حركة. والله لو شاء الله هالقلب اللي ينبض يأمره بس يوقف ويأخذك ويتقفل الصحيفة على خاتمة سيئة، يقدر ولا ما يقدر؟ لكنه حليم. فالحمد لله أن ربنا هو ربنا. الثانية قال أنه ينعم عليك وأنت في حال المعصية، وأنت قاعد تعصي والله أمك ما تسويها معك، والله أبوك ما يسويها معك. تعصيه قدامك بأي شيء يأخذها منك، تعصيه بسيارة أعطاك إياها يأخذها منك. الله عز وجل تعصيه وانت غرقان في نعمه ويخليك. قبل أن ننتقل للأربع الباقية، في لقاء مصور في مستشفى النقاهة وكان لي الشرف أني ماسك الميكروفون لأخينا الشيخ أحمد الشهري، رجل مصاب ابتلاه الله عز وجل بشلل ما يتحرك فيه إلا 9 فقرات فقط، 7 فقرات في العنق والفك. ومسكت له الميكروفون وألقى محاضرة لا أنساها في حياتي، طبعت في هذا الرأس وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. كان الحضور في الخيمة اللي في مستشفى النقاهة، وسأل سؤال غريب، بدأ المحاضرة بسؤال قال يا شباب تخيلوا أن ولد تخرج من الثانوي ونجح فاشترى له أبوه سيارة واستأجر له استراحة وأعطاه جوال، فبعد كم يوم المرور يكلمون على أبوه يقولون ولدك تعال محبوس عندنا مفحط وصادم له 6 كلهم في العلاية. بعدها بكم يوم بعد ما خرج قالوا الاستراحة اللي أنت استأجرتها لولدك مسكناه فيها وجالس يحشش ويستعمل مخدرات هو مجموعة معه. بعد كم فترة الجوال اللي أعطيته إياه عاكس فيه وغازل، وبعدين مسكوه أصحاب الأخوان المرأة اللي عاكسها وضربوه وهو في المستشفى الآن. يقول إذا طلع وش بيسوي له أبوه؟
ايش بيسوي؟ ها؟ بياخذ منه كل اللي اعطاه اياه، لان ما عصى الا يوم اعطي، صح؟ فقام يوم مش قلنا بياخذها منه، قال طيب، والله عز وجل اذا اعطاك العيون وشافك كل شوي تعصي فيها، واعطاك السمع وكل شوي تعصي فيه، واعطاك اللسان وكل شوي تعصي فيه، واعطاك رجلين وكل شوي يشوفك تمشي بهالحرام ما يغضبه على ارضه وتاكل من ارض رزقه، قال ايش سوي فيك؟ قالوا والحضور كلهم صوت واحد ياخذها منك. قال لا، قال اذا كان يحبك ياخذها، اذا ما يحبك يخليها معك. لا اله الا الله، كلام كبير يا جماعه، والله كلام كبير. واذا كان يحبك ياخذها، اذا كان ما يحبك قال ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ما قد جانا يا جماعه ان فرعون اصيب بصداع؟ القرآن كله يذكر فرعون دائما ومعه ملك، صح؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقارون يذكرها، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، مفاتيح خزائن، مو الخزائن، ما يشيلونها العصبة وللقوة. إذن قال كلام من ذاك الوقت يا جماعة وهو مؤثر فيني، والله يا جماعة كل نعمة أعصي الله فيها أصبر وأتفكر فيها، يعني ما يحبني ربي؟ ففي ناس يصف فيهم رب العالمين، وفي ناس هو عنده إحساس يتوب. قال الأولى الحلم، والثانية أنه أنعم عليك وأن تعصي، قال الثالثة الستر. لو طلعنا ربي على حقيقتنا يا جماعة، ظنكم هالمسكين بيوقف يتكلم تحضرون؟ أقسم بالله ما يوقف، أقسم بالله ما يوقف، لكن الحمد لله على ستره، الحمد لله أن ربنا هو رب. ولا لو شاء لفضحنا مرة واحدة، بس مرة واحدة تسقطك من عيون الناس كله، والله واحدة بس، والناس ما ترحم. لكن ربي العظيم من صفاته الستير، بل ليس هذا فحسب، بل رتب عظيم الأجر على اللي يسترك وأن تعصيه. سبحانه، تعصيه ويقول للي سترك سأسترك في الدنيا والآخرة. يا أخي أي رب، أي رب؟ والله أمك ما تعاملك تقول يلا اللي تنهاك عن أمر تقول لا علمني ايش سوى، خلاص سوى لا علمني. الله يقول ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. ستره وهو يعصي من؟ وهو يعصيه جل جلاله. فاللهم لك الحمد على أسمائك وصفاتك، الحمد لله أن ربي هو ربي، ولا كان والله ما تحضرون ولا وقفون. الأمر الرابع، قال أنه بعد المعصية فتح له باب الرحمة، فتح له باب التوبة. في أي مكان؟ في أي مكان. وفي أي زمان؟ في أي زمان. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم، إي وربي يعلم، ويعلم ما جرحتم في النهار. كل جارحة استعملتها في معصيته يعلمها، وسترك وسترني وحلم علي وحلم عليك. لو قال الله عز وجل ما أقبل توبة إلا في وقت السحر، طيب وكان يومك بتموت النهار، كان تموت من غير توبة ما يقبلك، صح؟ لكن جعلها في أي لحظة تتوب. لو قال ما في توبة إلا في مكة، إيش يسوي اللي في الصين؟ يقعد ينتظر لين يلقى له فرصة يروح فيها. قال في أي مكان وفي أي زمان. الخامسة، أن يبدل الله سيئاتك حسنات. أي رب؟ يعني واحد عمره 51 عصى الله 50 سنة، 50 سنة وهو يفجر،
ويبارز رب العالمين بالمعاصي، ثم في السنة الأخيرة أراد الله به خيرا فتغير وقلب الله قلبه، فصار أهم شيء عند ربي وأهم شيء يرضى ربي، وصار أول واحد في قلبه ربي قولا وعملا. المفروض على حساب البشر سنة بسنة، وتسعة واربعين يقطعك ربي فيها في النار، من عظمته تتوب سنة فيجعل الخمسين كلها حسنات. أي رب جماعة، أي رب. حتى قال ابن القيم وأورد الأثر، قال: حتى يأتي رجل بين يدي الله عز وجل وقد سرق قلما، قلم، وسرق ألف ألف يعني مليون، قال فيسأله الله عن القلم: عبدي من حرك يدك يوم أن سرقت؟ الله. من حرك رجليك؟ الله. قال: حتى تنسلخ جدة وجهه حياء من الله عز وجل، فيقول في نفسه هذا عن القلم، فكيف حساب الألف ألف؟ وقد تاب، يعني هذا الرجل تائب. قال فيقول الله عز وجل: انظر إلى القلم، فينظر للمكان الأسود انقلب أبيض وصار حسن، فيقول: يا رب سرقت ألف ألف، يعني يا رب مدام قلبتها وقبلت توبتي تراني سرقت ألف ألف، فأي رب ذاك سبحانه؟ قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما إيش قبلها؟ إلا من تاب وآمن. اللهم اجعلنا ممن تاب وآمن وعمل صالحا. قال: عمل صالحا، من هم؟ فأولئك يبدل الله، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال: أما السادسة، وأخذ يقدم ابن القيم قبل السادسة مقدمات كلها، كان يقول الأول الحلم الستر، قال في السادسة، قال: وأما السادسة فهذه لا يخطها قلم ولا يدركها عقل ولا يستوعبها جنان، ولولا أن الله قصها علينا ورسوله عليه الصلاة والسلام ما صدقناها. يقول: والله لو أنها ما جت في الكتاب والسنة والله ما نصدقها. قال: وأما السادسة أن الله يحب التائب. بعد كل هالبلاوي اللي سواها خمسين سنة ثم يجعلها الله من أحبابه. اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب العالمين. يجعله مع من؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تخيل واحد يجي يوم القيامة أذنب وأشرف على نفسه ستين سنة ثم جاي محشور مع من؟ مع ناس ما محسنون. قال الله: والله يحب المحسنين. طول حياته يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، يعني يعبد الله كأن الله يناظره الآن وهو يناظر الله سبحانه وتعالى. الواحد عندنا يا جماعة ما يتجرأ يعصي قدام بزر، والله قدام طفل ما ترفع ملابسك أمامه، فكيف بالله عز وجل؟ فهذا يفاجأ أن اللي أسرف على نفسه يجون للعالم يوم القيامة يعرفون فلان أسرف على نفسه، ثم يلقونه مع المحسنين. اللهم اجعلنا معهم أناس يحبهم رب العالمين. والله يحب المتقين. متقي طول حياته وهذا محشور معه. تعرف ماذا يصنع الله يا جماعة؟ أي رب ربنا سبحانه؟ في الصحيحين رجل، وأنا أقول كل واحد فينا يستشعر أحبة الفضل، لو طلع من المسجد الآن وجاته رسالة قالوا: ترى ولدي أو ولدك ترى في المستشفى الآن في الطوارئ، وديناه وأنت المحاضرة مقطوع أيده، رحت إلا شفت الولد دنيت يده جنبه،
وقال لك والله واحد قطع يده، شو بتسوي؟ طب لو قال لك قطع يديه الثنتين رجليه؟ طيب لو قالوا قتله؟ هذا الموقف، الفجيعة اللي انت قاعد الحين مجرد انك تتصورها قمت تنتفض، وانا انتفض على ولدي. كفى الله اولادنا واولادكم شر الاشرار وكيد الفجار. واحد من الناس فجع 99 عائلة على أبنائها، فجع أمهات على أولادهم، وفجع آباء على أبنائهم، وفجع إخوان على إخوانهم، وفجع بنات على أبيهم، قتل 99 شخص. أعرف والله حبيبي الغالي إنك تحفظ الحديث أكثر مني، لكن حبتي مو مشكلتنا في الحفظ، إحنا مشكلتنا جماعة كيف تدخل هالقصة في قلبي وأخذ منها عبرة، والقصة تغيرني. الله سبحانه ما يقص في القرآن القصص كذا. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يعني ما هي بسواليف القصص اللي يعني تتسلى فيها، لا، فيها عبرة غيرك تعبر بك من مكان إلى مكان، من مكان المعصية إلى مكان الطاعة، من مكان الذنب إلى مكان التوبة. قال الله عز وجل: يا بني آدم. جماعة الكلام هذا لنا والله العظيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، إحنا من بني آدم وجاءنا رسل منا، يقصون عليكم آياتي. وقص علينا آيات الله في القرآن، وش المطلوب؟ إيش آخر الآية؟ يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. ما قال من حفظ، سهل حفظ القرآن. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. هذا الرجل فجع 99 عائلة على أهلهم، ثم أحس أن لو لقي الله عز وجل بهذه الذنوب سيقطعها الله في النار عن 99 قلب اللي احترقوا على أولادهم، فعلم أن الله قادر، وعلم أن الله حليم، وعلم أن الله عليم، وعلم أن الله عز وجل عزيز، وعلم أن الله ذو انتقام سبحانه، وعلم أن الله غفور، وعلم أن الله رحيم، وعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده، فقرر التوبة وبيترك، عازم يترك كل الذنوب والمعاصي، وجاء ودخل على المسجد إلا فيه عابد، في عابد في صومعته يتعبد ويتقرب إلى الله، ساجد راكع رافع. فأول ما خلص قال له: أنا قتلت 99، فجعت 99 عائلة على أهلهم، قتلتهم قدامي حتى صارت الجراح تتعب أمامي بالدم، لين ماتوا، لين خلاص وقف. قال: الآن لو أبغى أرجع ربي يقبلني؟ قال: يقبلك بعد هالفجايع دي كلها؟ والله ما يقبلك. فالرجل جاء إبليس قال: خربانة خربانة، انتهت القضية، مالك توبة. فمن القهر ان صك الباب في وجهه مالك توبه، فقطع راس عابد. يعني هذا مصيبه اصلا، العابد يمكن هذا احسن من ذول كله. فكمل 100، باقي قلبه نفس لوامه. يا جماعه الله يرزقناها، تقطع قلبه، قال الا برجع لرب العالمين. راح العالم وساله، قال له: من يمنعك من الله؟ ما حد يمنعك من رب العالمين. لكن شوف الحديث نسمع أننا عادي، لا مو بعادي. شوف وش قال الله العالم، قال: ولكن تترك هذا المكان. أكثرنا يا جماعة يبغى يتوب بس ما يبغى يغير، يتوب ويقعد على وضعه. قال له: تتوب تترك هذا المكان، وين يروح؟ قال: في بلد، البلد الفلاني فيها ناس صالحين، اذهب إليهم وتعبد الله معهم. سهل القرار هذا؟
سهل انه يروح ويترك مكانه وهله ويروح مكان ثاني؟ ترى جماعه مو سهل. وفي الحديث في الصحيحين انه راح لحاله، في الحديث ترى الحاله يا جماعه، يعني لاحظوا يعني واحد فينا يا جماعه جاي يروح يودع اهله بيروح انتداب ولا شهر والله انه يقعد يصيح ويحب عندهم، صح؟ كيف اجل تترك كل بيئتك اللي انت فيها وتروح تطلع وطلع الحاله على رجليه؟ صادق، والله انه صادق، يحرك قلبه مو برجليه وطلع يبغى يرضي ربي باي شيء، بس قل له ابغاك تترك هذه، اتركها، ابغاك تسوي، خلاص راح دله الحين، يدلك ان الرجل صادق اول ما قال له اترك البلد يا جماعه، بلد فيها بيته وفيه وين بيروح، لكن عنده ان الله بيرضى، والله لو يبغاني امشي على وجهي لامشي. وفي الحديث بتشوف اشاره فيها مثل هذا، وهو ماشي في الطريق قلبه لا يريد الا الله، وهو في الطريق اصلا في ذاك الساعه، في ذيك الساعه وذاك اليوم اصلا الله كاتب انه بيطلع من الارض كلها ذاك اليوم، فنزل له ملك الموت بياخذه، خلاص انتهت حياته، فنزل ملك الموت بيقبض روحه، شوف الحديث، فبدا ينزع الروح. يا جماعه ترى نزع الروح انا اشوف في المستشفى اقسم بالله تشوف شيء عجيب، اسال الله ان يعيننا واياكم على سكرات الموت. النبي عليه الصلاه والسلام روح الى الفداء يضع ركوة الماء ثم يضعها يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. فأخذ ينازع، تحسب أنه وقف؟ جماعة ترى في النزع تنشل أركان الإنسان، تخور قواه. هذا في النزع إيش سوى؟ قال أخذ ينأى بصدره، يزحف، يبغى ربي يرضى. الله عزت عليه هالخطى وعزت عليه، يزحف في بغرب، يزحف عليه على وجهه يا جماعة، يزحف، الملك ينازع الروح يطلعها وهو يزحف، يبغى يوصل لرضا ربي، وعجلت إليك ربي لترضى. فأراد الله عز وجل أن آخر نفس يخرج ثم يسقط رأسه على الأرض. نزلت ملائكة العذاب، الرجل فجع أمم، الرجل أفسد في الأظهر في الأرض الفساد، فجاءت مسوح من النار. وهذا الحديث يا جماعة في عند أبي داود وغيره، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من تأتيهم بحنوط من الجنة وكفا من الجنة. فجاءت تأخذ بتكفنا على النار على طول، فجاءت ملائكة الرحمة قالت لا جماعة، أحداث في الأرض وأحداث في السماء، الرجل تاب في الأرض، وتعرف لو تبت أنا وأنت حبيبي الغالي وأنت يا غالي إيش يصير في السماء لو تبت اليوم الليلة هذه؟ إيش يصير في السماء؟ يصير شيء يتغير، يقولها الله عز وجل، يقول سبحانه الذين يحملون العرش كم؟ ثمانية، يحملون عرش الرحمن جل جلاله. العرش عظيم واللي يحملونه عظام. صفات الثمانية في حديث أبي داود وأنس في الطبراني وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أذن لي، يعني الله أذن لي وأعطاني الإذن أني أعلمكم الشكل حامل أحد حملة العرش، قال أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، شوف أنا وإياك خمسة أصابع، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفق فيها الطير، الطير يطير من كتفه ونموت، وبعد تنتهي السنة هذه والعقد هذا ويأتي السنة الثانية والثالثة والرابعة، بعد 7 جيل يصل الطير من كتفه إلى شحمة أذنه. قال على قرنه العرش. هؤلاء يوم يتوب عبد ضعيف في الأرض يبدأون يتكلمون بكلام، يقول ربي في القرآن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. واحد تاب على الأرض، يا رب اغفر لفلان، يا رب اغفر لفلان، يعني لو أذن الله لواحد منهم يلتحم السماوات الأرض والسبع كلها بلقمة واحدة لفعل. يستغفر لفلان وفي الأرض وفلان اللي بدأت تغير. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، ما يكفي، واتبعوا سبيلك، هذا الرجل تاب واتبع سبيل الله، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن، عشان كذا نزلت ملائكة الرحمة التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. سبحانك، التائب واحد الدعاء يصير للبيت كله، واحد تاب دعي له ولأمه ولأبوه ولأولاده وزوجته، إيش العظمة من رب العالمين. إلى أن قال وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. جاءت ملائكة الرحمة توها سامع حملة العرش يدعون له، فجاءت تأخذه. جماعة هو يستاهل يا جماعة، ما بعد بدأ توه ذابح مئة. إي والله يحبه ربي، يحبه الله. صحائف سود، ثم لما عزم وغير تابوا واتبعوا سبيلك تغيرت لها الدنيا كلها. تعرف ايش اللي حصل؟ أنزل الله ملك يحكم بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقال الملك الحاكم القاضي، قال قيسوا ما بين مكانه اللي سقط فيه. الرجل ساقط يا جماعة، ميت الرجل، ما يدري عن أي شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم. قال قيسوا بين مكانه اللي سقط فيه من مكان رأسه لين الأرض اللي في الصالحين والأرض اللي فيها أهل السوء، فإذا كان أقرب لأهل الصلاح فتأخذ ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب ملائكة لأهل الشر تأخذ ملائكة العذاب. إيش صار أقرب؟ أقرب لمن؟ لا، ما كان أقرب من أهل الصلاح، كان أقرب لأهل الشر. وفي الحديث فأمر الله عز وجل قرية الصالحين أن تقدمي. لا إله إلا الله، يغير الله جغرافية الأرض عشان واحد توه ذابح مئة، لكن جايب قلب يسوى مليون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التائبين. يعني الله عز وجل قادر يجعل يمد في عمره ساعة ويخليه أقرب، لكن الله يبغى يعلمنا أن الله عز وجل من حبه لهذا العبد تحركت دول، خريطة الأرض تغيرت، تحركت دول بجبالها ومزارعها إلى مكان اقتربت من هذا الرجل، وأمر بلدة أهل الشر أن تتغير، فأخذته ملائكة الرحمة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. سبحانه، وإني لغفار لمن تاب، وهذا الرجل تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لازم الشروط هذه يا جماعة كلها، جف الضرع ومات الزرع وبكى الأطفال وشكى الرجال وضجت النساء وتلمضت شفاه الرضع في عهد موسى عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في البخاري حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. خرج موسى عليه السلام مع 70,000، كم احنا يا جماعة؟ كم احنا؟ 70,000، يبكون ويصيحون، نساء تبكين وأطفال يبكون ورجال لا يكاد أحدهم يتحرك، وركع ومن شاب عارضات في هذا الدين مع موسى يمشون،
ثم جاءوا على صعيد يجأرون يا رب، الشفاه ناشفة والحناجر تكاد تقطع من الجفاف، يا رب أغثنا. من اللي يستغيث بهم؟ يستغيث بهم أحب خلق الله إلى الله في ذاك الزمان، اللي يقول يا رب وهم يقولون آمين، يقول عنه الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني، يقول الله عنه وأنا اخترتك. يعني الناس في كوم وموسى عليه السلام في كوم، قال الله، يقول الله عن موسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. لكن ما أمطرت السماء، فموسى عليه السلام يقول يا رب دعوناك واستغفناك ما أغثتنا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى إن من بينكم رجل 70,000، يعني 69,999 ما عندهم مشكلة مع الله عز وجل، واحد بس. قال إن من بينكم رجل قد بارزني بالمعاصي 40 سنة وأنا أطعمه وأسقيه وأرزقه ويعصيني كل يوم، فأمره فليخرج حتى أسقيكم. جماعة واحد كم منعنا اليوم من السماء؟ فنادى موسى في الناس قال يا أيها العبد الذي، العبد الذي بارزت الله، العبد الذي بارزت الله في أرضه 40 سنة، أخرج فما منعنا القطر إلا بسببك، فلا تكون ممن يحمل هم ذنب كل من يموت بعدك. فالرجل عرف من هو، فاللي جنبه يمين ويسار وقدامه وراه ما يدرون عنه، فدعا الله من قلبه قال يا ربي سترتني 40 سنة وأنا أبارزك، يا ربي إن أنا خرجت فضحت بين ظهراني بني إسرائيل، والله العظيم يا رب ما عاد ينسونها لي، وإن ما خرجت لم نمطر من السماء فماتوا فكنت أنا السبب، اللهم يا ربي إني أتوب إليك وأستغفرك ولا أعود لذنب أبدا. والناس تنتظر تلفت يمين يسار، إذ برب العالمين ينشئ السحاب الثقال فوقهم ثم تهاطلت الأمطار. الناس فريحين بالمطر، وموسى عليه السلام يقول يا ربي ما خرج وأمطرتنا، أنت قلت يخرج نمطركم، ما خرج يا ربي وأمطرتنا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أني ما سقيتكم إلا بالذي منعتكم من أجله، والأمطار دي كلها عشانه مو بعشان 70,000، ما أمطرتكم إلا بالذي منعتكم من أجله. قال موسى يا ربي أرني إياه هذا العبد التائب الصادق، فقال الله عز وجل يا موسى ما أطلعتك عليه يوم أن كان يعصيني أفأطلعك عليه يوم أن تاب علي. أي رب ربنا سبحانه، أي رب. لكن يا جماعة هذه التوبة لمن؟ التوبة هذه يا جماعة لمن؟ لاحظ كلهم أناس تغيروا. لأجل هذا قال الله عز وجل في كتابه هذه العروض وهذه المزايا كلها للي يتوب قبل أن يموت. وكلنا يا جماعة والله العظيم أني أقسم بالله أن ما فينا من أحد إلا أنه مخطط يتوب قبل يموت. لكن كم من الناس اللي كانوا كل الناس يتمنونهم يتوبون قبل الله يموتون، لكن كم مات من الناس قبل الله يتوبون. فأسأل الله لا يأخذنا وإياكم على غرة. قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات، كلنا يا جماعة نعمل السيئات، لكن خلنا نكمل الآية. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا مسلم ولا كافر؟ هذا مسلم، أكمل الآية لتعرف أنه مسلم ولا كافر. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وعلى الذين يموتون وهم كفار، يعني لا المسلم اللي ترك ومستمر بالمعاصي حتى يموت ولا الكفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليماً.
الله لا يجعلنا وإياكم منهم. طيب يا جماعة الشيطان الآن عشان التوبة هذه يعرف الشيطان أنك لو تبت وإياي بيحبنا رب العالمين فموته ودم أسنانه ويلفظ أنفاسه ويرمي بجميع أوراقه ولا يحبك رب العالمين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيعلم أن التوبة هذه فإيش يسوي معك الشيطان ومعي؟ يبدأ يطمعنا في رحمة الله عز وجل. وأقسم بالله أحبة الفضلاء والله إني ما أقول هذا الكلام لكم، والله إني قلته لنفسي وما زلت أقوله، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه. يا جماعة الشيطان دائما يقول لي أنا وأنا يا جماعة أعصي رب العالمين، يقول لك يا أخي الله غفور رحيم، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ نعم والله إنه غفور رحيم، لكنه أعطاني هالكتاب حتى أعرف رحمته لمن وغفور لمن. فبدأت أعرض نفسي على كتاب ربي سبحانه، ووالله إني أحب لك ما أحب لنفسي، فخذني حواري بيني وبين نفسي وهو القرآن. لما قال لي إن الله غفور رحيم الحمد لله. طيب هل سيغفر لي أنا؟ بدأت أتتبع آيات القرآن اللي عن الرحمة. قال سبحانه إن رحمة الله قريب، إيش اللي بعدها؟ قريب من المحسنين. فسألت نفسي بكل وضوح، هل أنت من المحسنين؟ إن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن تعبد الله وتراقبه كأنه قدامك أحد في الغرفة إذا صرت لحالك. فوجدت أن فيه مشكلة. معنى الآية أن كل ما كنت من المحسنين كل ما اقتربت منك رحمة الله، وكل ما ابتعدت عن الإحسان كل ما ابتعدت عنك رحمة الله. فجاني الشيطان قال لا يا حبيبي، ليش أنت تختار الآية هذه؟ قال في آية يقول الله ورحمتي وسعت كل شيء. والله يا جماعة أن هذا الحوار اللي يدور وهي وسوس لي في رأسي، قال ورحمتي وسعت كل شيء. فوالله يا جماعة رحت لسورة الأعراف، لأن اللي بيحاسبني واللي بيملك الرحمة مو بهالشيطان، هو مطرود من رحمة ربي، صح؟ فكيف يوعدني برحمة ربي وهو مطرود؟ واحد فقير ويوعدك بيعطيك مليون، ما تصير يا جماعة. بس احنا نعرفها في الأرض لكن ما نعرفها في الدين. في الدنيا نعرفها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم معرضون، هم غافلون. قال لي يا أخي رحمتي، فتحت الكتاب. والله يا جماعة هذا اللي قاعد يصير، والله العظيم لو تراني وأنا في البيت قاعد أفتح الصفحات أبى أشوف أنا منها ولا من منها، أنا من أهل الرحمة ولا لا، يخدعني لين أموت. يا جماعة الشيطان يقسم لي آدم عليه السلام وحواء وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين، يحلف بالله أن لهم ناصح وأوردهم أن أخرج من الجنة. هذا هو وعدهم، إحنا ما وعدنا أن ناصحين، إن توعدنا قال والله لا أغوينهم أجمعين. فإذا كان ناصحهم طلعهم الجنة، أجل إحنا اللي متوعدنا إيش سوينا؟ فرحت فتحت سورة الأعراف، ورحمتي وسعت كل شيء. إيش بعدها؟ إيش بعدها يا جماعة؟ فسأكتبها، ما قال سأكتب نصفها أو ربعها، لا، قال الرحمة هذه اللي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين. الكلمة اللي بعدها لازم تصير فيك عشان تصير الرحمة لاحقتك. إيش قال؟ فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون. سبحانك. للذين يتقون ويقيمون الصلاة. سألت نفسي أنا من المتقين؟ هل أنا أتعامل مع الله عز وجل كالذي يمشي على أرض كلها شوك فيعلم قبل لا يضع قدمه وين يضعها؟ فأجبت نفسي وأبغى كل واحد يجيب نفسه. طيب هل المتقين هذول ما يحتاجون أصلا هم رحومين؟ لا. هل المتقي يعني معناته ما يغلط؟
هل المتقي ما يغلط؟ والله يا جماعة كامل أطرحها عليك، أنا قاعد أطرحها على نفسي، ماني جماعة ما أحتاج أنا أقول لك وش لقيت من إجابات، لكن أصدق نصدق مع أنفسنا، نلقى والله يا جماعة أننا مبنجين لين نموت، ما ندري الشيطان يقول أبشر الخير، أصلاً أنت منتهي موضوعك، بس تموت والجنة كلها توكم صليتوا، وإحنا يا جماعة فاعلين الأفاعيل. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. هل المتقين ما يغلطون؟ لا يغلطون يا جماعة. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. شوف كلمة سارعوا، الله عز وجل وصف لك الحركات اللي مفروض تتحرك فيها، إذا جيت تتحرك إلى الرزق تبي تسترزق وتبغى تتوظف وتبغى تأخذ شهادات، قال الله فامشوا في امش، لا تستعجل لا تركب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، صح؟ لكن إذا كان الأمر لذكر الله ومثل هالمجالس لازم الخطة تسرع شوي، ما عاد تمشي، فامشوا إلى ذكر الله. إيش قال؟ فاسعوا، أسرع من المشي، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اترك مناكبها. طيب إذا جاءت المغفرة لا تسعى، اسرع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كل هالأفعال الصالحة ما يغلطون؟ يغلطون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، شوف السلسلة المشاعر اللي تجر بعضها بعضا، فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم. سبحانك، عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار. إذن المتقي يعصي، لكن شوف سلسلة المشاعر بعد الذنب، ذكروا الله فاء فاء الفورية، والله ما يرتاح المتقي إذا عصى. فهل إحنا منهم؟ فأبشر إن رحمة الله بطولك. هل يتقطع قلبك إذا عصيت وتنطرح وتبكي بين يدي رب العالمين؟ فقال لي: يا أخي ليش معقد القضية؟ والله يا جماعة، قال: يا أخي الأمور هينة، يعني الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة وهو رحم بك من أمك ولو كانت أمك. ففتحت في سورة الأعراف، بل والله انتقلت في سورة البقرة قبل الأعراف الثاني، فتحت سورة البقرة قاعد تتبع كلمة رحيم ورحمة الله. يا جماعة هذا مصيري أنا ومصيرك أنت حبيب الغالي، فمصيرك أنت بهذا الكتاب، إذا مشيت على هذا الكتاب. قال الله عز وجل: فمن اتبع، مو بحفظ، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وفي الآية الثانية في البقرة: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سورة البقرة يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا، ترى كلمة آمنوا عند الله غير كلمة آمنوا اللي قال لنا فيها إبليس. إبليس يقول نحن مؤمنين، صح؟ صح؟ طب هل إحنا في صلاتنا خاشعون؟ أول صفة المؤمنين: الذين هم في صلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حط صح ولا غلط؟ بتعرف أن إبليس قاعد يخدعني وإياك. والذين هم عن اللغو معرضون، هل احنا نقول اللي نبغاه ولا اللي يريده الله سبحانه وتعالى ويحبه؟ جماعه لازم نراجع انفسنا. شاهد ان الله قال: ان الذين امنوا بمقياس الله عز وجل، بميزان الله.
إن الذين آمنوا والذين هاجروا اشترك ترك كل شيء، ترك بيته وأهله وماله، هاجر في سبيل الله. والذين هاجروا ايش بعدها؟ وجاهدوا في سبيل الله، يعني أول قدم بيته وملاكه، الحين قدم ايش؟ قدم روحه في سبيل الله. والذين جاهدوا في سبيل الله أولئك ايش فيهم؟ ايش فيهم؟ أولئك يرجون رحمة الله. رحمة الله من سهل، إذا كان اعتمادنا على الشيطان، إذا كان اعتمدنا على الشيطان والله من سهلة بعيد، لكنها قريب إذا بدأنا نتابع أنفسنا مع القرآن، نعرض أنفسنا على القرآن. إذا كان هذا اللي آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله يرجو رحمة الله، هل إحنا يا جماعة عندنا الأشياء هذه؟ والله نحتاج نراجع أنفسنا حبيبي. الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول. فبدأت يا جماعة في هالرحلة مع هالكتاب العظيم أبحث لأنجو بنفسي والله، فمررت بآية في سورة الأعراف يقول الله عز وجل فيها، والله يا جماعة أني أحفظ الآية وكأني أول مرة أسمعها في حياتي، قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ايش؟ احسنت، ان دائما نحفظ خلف اضاعوا الصلاه، هذه في مريم، لكن في الاعراف: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. اتفقنا ان يا جماعه ما في قصه في القران اقوام يذكر لك الله سبحانه وتعالى قصتهم في القران الا لك انت. الكلام عن اليهود والعبرة ليست بالنص، ولكن العبرة لكل من يسمع هذا القرآن، لأن قد كان في قصصهم عبرة. فهم ورثوا الكتاب، عندهم الإنجيل، عندهم التوراة، ونحن عندنا أعظم كتاب القرآن. فالله في القرآن دائما يذكر قصص أقوام أهلكهم حتى لا تكون مثلهم، ويذكر لك أقوام الله سبحانه أعزهم ورفعهم حتى تكون مثلهم. فقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يعني اللي وافق هواه شيء سهل في الدين سواه، يعني صدق بريال صدق، اكل اجل قومة صلاة الفجر، ها، منع نفسي ونهيها عن المنكر، يعني يأخذون عرض هذا الأدنى، يرضون بالدين بالدون. طيب وش يقولوا بعد؟ وش بعدها؟ ويقولون، يقول الله سبحانه وتعالى هذول عندهم كتاب من رب العالمين، ودائما يسوي الأدنى، يرضى في الدنيا ما يرضى إلا بالأعلى، ودائما يطالع فلان أحسن مني وعنده سيارة أكثر مني وبيته أحسن مني، لكن فلان يقول فلان يقوم الليل أكثر مني، فلان يتصدق أكثر مني، فلان لا، هذه في الدين بالدون. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ايش؟ ويقولون سيغفر لنا. ما انتهي موضوعنا اصلا، الله غفور رحيم، لا تكلمني. سبحان الله، قلت هالواحد في المستشفى قال هذه في القران؟ ويقولون سيغفر لنا، موضوعنا ما انتهي، لا تقعد تشد عين انت الدنيا، ما انتهي. قال: ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه. هو مستمر ضامن الرحمه، ليش يغير؟ وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. عشان كذا ذكر لها مرة ثانية، قال:
ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة. ما معنى درسوا ما فيه؟ أي أخفوا. درس يعني أخفى. أخفوا ما فيه يعني خلى الآيات اللي خذ لك نص آية وخلى الآية الثانية إن رحمة الله قريب ومسح المحسنين، أخذ ورحمتي واسعت كل شيء ومسح فسأكتبها للذين يتقون. قال ودرسوا ما فيه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين إيش يتقون. يذكرك أن الرحمة قريب فسأكتبها للذين يتقون في نفس الصورة. خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ليش أفلا تعقلون؟ يعني هل أنا هل ربي العدل جل جلاله، هل عدل الله يقتضي أنه عامل اللي إذا أذنب قام ينتفض ويرجع إلى الله وراح يتوضى ويتوب في نص الليل يا الله يا رب انت اغفر لي وتسامحني يا رب، وقاعد يتقطع وهو ساجد بواحد يذنب ولا وكأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا؟ أصلاً هل الحكمة يقول كيف ما تعقل أني أنا بعاملك زي هذا؟ قال أفلا تعقلون. وش الآية اللي بعدها؟ والذين يمسكون بالكتاب. شوف ما قال يمسكون بالكتاب، قال يمسكون، يعني كل آية يقعد يأخذها يقعد تعنيني ولا ما تعنيني. والذين يمسكون بالكتاب. كيف تقرأ القرآن حبيبي؟ تقرأه عادي ولا تحس أنه يكلمك أنت؟ تحس أنك تقرأ عن أقوام وتخاف تصير زيهم وأقوام تتمنى تصير زيهم، ها؟ قال الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والدي أسأل الله أن يشفيه ومرضانا ومرضى المسلمين، رجل شاب عارض وهو إحدود بظهره ما عاد صار يقدر يروح المسجد، أقسم بالله وأشهد الله عز وجل في بيته أن ما كان صعب تسبق أهل المسجد، صعب تدخل قبله في بيت الله عز وجل، أول ضيف يدخل بيت الله أسأل الله أن يعيد عليه ما اختلف. فحتى المؤذن قالوا مدامك تجي قبلنا الجون يقولنا واقف قدام الباب، فقاموا أعطوه مفتاح فصار معه مفتاح المسجد قبل أن يحصل ما حصل شفاه الله ومرضى المسلمين. يا جماعة والله العظيم أني تأدبت الشهر هذا والشهر الماضي بس أقعد طالع وهو يقرأ القرآن. طبعا تسأله عن الوقت ما يعرف الوقت، ما يدري في الليل ولا في النهار ما يدري، لكن المصحف قدامه ويقرأ. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ما يقرأ آيتين وراء بعض يوصل هذه بهذه، يقرأ الآية إذا خلص الآية وقف وتشوف الدموع تنزل، إذا كانت آية فيها والله غفور رحيم قال يا الله يا ربي رحمتك أرجو، يا رب رحمني، يا الله يا رب أنت اجعلني، يا رب يدعي. الآية اللي بعدها والله عزيز الانتقام يقعد يقسم بالله يا جماعة يا رب لا تنتقم مني ولا من ذريتي، يا رب لا تنتقم. كلامي خصه هو، نقرأ القرآن كأنه ما ندخل فيه. جاء يوم من الأيام الشيخ وأنا قاعد أقرأ آية فيها جنة يقعد يسأل الله يا الله يا رب أنت جعلني على الأرائك يا الله يا رب. جت آية يا جماعة فيها فرعون وأنا قاعد ناظرة وش بيقول، قلت أكيد الحين بيعدي الآية اللي بعدها وبيمشي. آية فرعون إيش دخلنا فرعون؟ احنا يا جماعه نقرا القران كذا، نقرا القران كافرين ما لنا دخل فيهم ومؤمنين انا منهم، موضوعنا منتهي. عشان كذا ليش تتاثر؟ صح ولا لا؟ مؤمنين احنا صم يعني الله غفور رحيم انا ضامن اصلا، ليش يعني ادعو الله ان يرحمني؟ هي اصلا انا فيها من داخل. فيوم جت ايه فرعون يا جماعه اقسم بالله اكثر ايه وقف فيها وهي اللي ادبني فيها ربي سبحانه لما رايت والدي وهو يقرا القران، يوم وصل ايه فرعون اقسم بالله وجهي تغير، قال اسال الله العافيه يا رب لا تجعلني مثل قبل لا اموت. سبحانك خايف. قلت لاحد العلماء قال هذا عنده فقه عملي خايف ان الله يزيغ قلبه، انا وياك خايفين ضامنين صح؟ الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا. هو قال لك راسخ، وصفه الله أنه راسخ يعني ثابت
يقول والله ما ثبت إلا هالكلام، ربنا لا تزغ قلوبنا، ما أضمن قلبي. في يوم قال أسأل الله العافية في آية فيها فرعون، قلت والله إن ضايعين ضامنين، ولدنا مسلمين بنموت مسلمين، أقسم بالله ما تدري أن يزيق قلبك الله سبحانه. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في جماعة كم واحد فينا يا جماعة اليوم يأخذ عرض هذا الأدنى ويقول سيغفر لنا، موضوعنا منتهين خلاص. فأحبتي عشان كذا لازم أي قال بعد يذنب الذنب ثم يقول أنا ألعب على ربي كل يوم أذنب وأستغفر وأذنب وأستغفر، لا أنت ما تلعب على ربي، أنت لعب عليك الشيطان. إيه أذنب واستغفر، أذنب واستغفر. عشان كذا هو ما يحب التائبين، هو يحب التوابين، فعل مبالغة، صيغة مبالغة، كل شوي يتوب ويعصي ويتوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إن العبد ليذنب الذنب، قال فيقول يا ربي أذنبت. مستغرب، تخيل واحد عايش ويذنب يقوم يطيح عند ربي يا رب أذنبت، قال فيقول الله جل جلاله أما علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب، يعني عارف أني بنتقم منه بالذنب. قال أما علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، يعني يقدر يغفره، قد غفرت لعبدي، مسح يعني ما عاد بيأخذ الله فيه. قال فيمكث، متن الحديث كذا يا جماعة نص الحديث، قال فيمكث ما شاء الله، يمكث ما شاء الله ما عنده ذنب. قال ثم يذنب ذنبا، قال فيقول يا ربي أذنبت اليوم، يا ربي عصيت، والله ما أعطاني هالعين إلا أنت يا رب. جماعة لا تقعد تتكلف ونساجد، قل يا رب، قلها بالعامي، يا رب والله أني ضايع إن لم تغفر لي، والله يا ربي إن ما سامحتني وغفرت لي الذنب اللي قبل قليل أقسم بالله يا ربي لا أكونن من الخاسرين. قال فيقول يا ربي أذنبت، فيقول ربي أما علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. قال فيمكث ما شاء الله، ثم يذنب الثالثة فيقول ربي أذنبت ذنبا، متن الحديث يا جماعة ذنبا، هن كم نذنب عشان نتوب، ذنب 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 العين، تلقانا يا جماعة مشغولين ذنب العين وذنب، واحد قاعد عند الإشارة يسمع أغاني ويطالع الحريم ويغازم، يعني مشغول كل الجوارح مشغولة ما يحس أنه سوى شيء. قال في الثالثة فيقول ربي أذنبت، فيقول الله أما علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. يقول الله من 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 كلامه ومن دعاءه أنه عارف أني بأخذه منه وبنتقم منه، وعارف أني أقدر أغفر له، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. قال ابن عثيمين عليه رحمة الله شيخنا، قال وفي هذا الحديث فوائد، قال أولها أنه قال أذنبت ذنبا، قال يعني بعد كل ذنب واحد ينطرح ويبكي، احنا بعد كل ذنب ننطرح ونبكي. قال الثانية أنه ما دام هذا ديدنه، يعني ما دام هذا شغله في حياته، كل ما أذنب طاح وانكسر وتاب وبكى بين يدي رب العالمين، فإن هذا مضمونه آخرته بإذن الله في نص الحديث. يعني مو معناته ان ما نغلط يا جماعه غرقانين في الذنوب، لكن نسال الله عز وجل ان يجعلنا كل ما ذنبنا نطيح بين رب العالمين. فانتبه، يضحك عليك الشيطان يقول لك خلاص انت اذنبت تلعب، لا الشيطان لاعب علينا، بل تب الى الله، مالك الا الله، قل يا رب مالي الا انت، يا ربي الا تغفر لي وترحمني. عشان كذا يا جماعه العارفين في كتاب الله سبحانه يقولون لئن لم يغفر لي رب لنا ربنا ويرحمنا، عارفين النهايه انها مؤلمه موجعه، قال انا كنا من الخاسرين. النبي عليه الصلاه والسلام يعلم بكر يقول قل ربي إني ربنا ظلمنا أنفسنا وظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني رحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ختاما أحبة الفضلاء، قال الله عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني مو مليت الأرض، مليت الأرض والسماء، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. ما معنى أتيتني؟ ما
ما معنى أتيتني يا جماعة؟ الواحد لازم يفهم مجموع الأحاديث والآيات وش المقصود، الله سبحانه ماذا يريد من هذه الآيات وهذه الأحاديث. يعني تونا سمعنا يا جماعة أن رحمة الله قريب من المحسنين، صح؟ تونا سمعنا فسأكتبها الذين يتقون. فهل قضية أني أجي وأنا قايل لا إله إلا الله وتنتهي موضوعي؟ كان إيش اللي يقول؟ ليش يجل الله سبحانه وتعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات هم ما أشركوا وأثبت الله أنهم مسلمون؟ قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن. قال هذا ما أقبله، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال وش المقصود؟ إيش مقصود أتيتني؟ أتيتني إيش يا جماعة؟ أتيتني تائبا. الدليل قال ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة، جاي بتوب. والدليل الآخر في كتاب الله عز وجل لما توعد فرعون السحرة لما تابوا، أمس أصبحوا فجرة سحرة وأمسوا كرام بررة، الله يجعلنا وإياكم منهم. لما رآهم فرعون وقد تابوا تغيرت قلوبهم، قالوا والله إنهم يحبهم الله. قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك، أنت مالك بقعة في جناح بعوضة، نحن الآن تغيرت تطلعاتنا. أول كنا نقول لك إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ونتقرب لك، الآن أنت ما تملك بقعة في مصر في جناح بعوضة، الآن نريد اللي يملك الدنيا والآخرة سبحانه. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وربي ما هو فرعون، والله خير وأبقى. الشاهد إنه من يأتي ربه مجرما، هذا معنى يأتي، من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فهمنا معنى من يأتي؟ لو أتيتني بقراب الأرض ثم تبت والله لأقبلك، ربي جل جلاله سبحانه قابل التوب. بعد ما طلعت من صلاة، بعد ما لقيت كلمة في أحد المساجد، جاني شاب قال شوف يا شيخ والله العظيم إني على ظاهر الالتزام، والله يا شيخ إني أحب ربي حب لا يعلمه إلا الله عز وجل، يقول والله إني أتأبعد عن المعاصي بقد ما أقدر. يقول البارح إني وأنا جالس أناظر المواقع الدعوية وأناظر المقاطع الدعوية، يقول جاء صور على اليمين وغزني الشيطان وضغطت عليها وشوي شوي يا شيخ لعب علي الشيطان ثم عصيت رب العالمين. يقول بعدين تذكرت ربي وطفيت الكمبيوتر، يقول فرحت بنوم ومسكت الجوال وركدته قبل صلاة الفجر عشان أصلي الليل. يقول فأقسم بالله ثارت في داخلي ثوائر، ثارت النفس اللوامة، يقول قالت لي نفسي والله ما يقومك تحط 20 جوال، والله ما يقومك، الليل قيامة شرف، والله ما بتعصيه وانت نايم بيقومك يشرفك بين يديه، والله ما يقومك.
يقول فأبغى نوم عجزت عيت خلي نفسي أنوم. قالت تنوم على معصيته وبيقومك يشرفك في الليل؟ والله ما يقومك. يقول فأحاول أنوم أتقلب عجزت. يقول فجاءتني نفس اللوامة تقول لي ذكرني بآيات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول قالت لي نفسي قم صلى الحين خلي يغفر لك الذنب اللي تو عشان يقومك ولا والله ما يقومك. يقول قمت ولا توضأ جاءت الآيات نفسي تشجعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربه. توضأت وتذكرت أن تخرج ذنوبه من قطر الماء كما في صحيح مسلم. يقول أول مرة أحس بطعم أني أتوب. يقول أقسم بالله أني نفس قلبي معي وأنا أشوف الموية تقطر أني فرحان أن هذا الذنب اللي تو ضغط الفارة وضغط الموقع وغضب. يقول تقطر مع آخر قطر الماء وشوف العيو والله ما مسحت. يقول قطرات المياه أسأل الله أن أطيح بذنوبي. يقول صليت. يقول صليت صلاة لا أدري كيف ما قد دقت في حياتي مثلها. يقول يوم نمت ويقومني ربي قبل لا ترن الساعة. شرف شرفها الله. إذا أردت أن تقوم الأسحار تخفت من الذنوب في النهار يقومك الله الأسحار. هذا شرف قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل. يقول المهم قمت. يقول قمت تثر الدعوة ما هي باللي أنا أبغى ما هي باللي أنا متوقعها دائما أقوم أصلي صلاة كيفما اتفق. يقول أقسم بالله صلاة كل ثانية فيها طعم. يقول أذن الفجر طلعت. يقول فجاني الشيطان بعد ما طلعت من المسجد صلاة الفجر قال يا أخي تلعب على مين أنت تعصي رب العالمين وخلاص بيتوب عليك. يقول شفت واحد جالس يلبس شراباته جلكم الله عامل نظافة بلباسه الأصفر. يقول فجت نفسي اللوامة قالت رح عطها فلوس إن الصدقة تطفئ غضب الرب. يقول هذيك الساعات أحلى ساعات في حياتي. يقول فأخذت ما كتب الله لي ورحت أعطيته الفقير هذا حق نظافة. يقول فأعطيته وأنا أرجو قلت يا رب إني هذا فقير الفلوس اللي عطه أنا فقير لك تغفر لي وترحمني يا رب تسامحني يا رب تمسحها. يقول فجاني الشيطان وأنا توني راكب السيارة قال تلعب على من أنت يعني أتقعد تروح تدفع فلوس وخلاص بسامحك. يقول فقامت نفسي انقلبت علي. يقول فشغلت السيارة إلا قول الله عز وجل استوقع إذاعة القرآن يعني يا جماعة ما هو مسجل شف فتح السيارة اشتغل في إذاعة القرآن إيش أي آية. يقول توني فاتح إلا الله عز وجل ييسر في إذاعة القرآن يعني يا جماعة هذا جدول سنة مصلحينه جدول من سنة يعني وش إيش عرفه هو أن الآن يعني ما يا جماعة والله العظيم ما يعني احفظ الله تجده تجاهك يرتب الموازين سبحانه يقدر الأقدار جل جلاله. يقول يوم فتحت وأنا ضايق صدري يعني من شيطان جاء قال مو بقابل الله توبتك وأفتح الإذاعة القرآن ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنه هو التواب الرحيم. يقول قفلت المسجل. يقول أقسم بالله ما معي أحد في السيارة أني أنتظر وش جاب هالآية من بين نص القرآن كله 30 جزء وعلى موعدي وطلوعي وأنا وقفاتي أعطي الرجال وأمشي وأنزل الدرج وأفتح السيارة وكأن الله عز وجل قد قدر الآية ذي ما شغل السيارة لا تطلع الآية ذي. يقول احفظ الله تجده تجاهك. هذه رسالة أختم بها هذا اللقاء وأنا في المعتكف في السنة هذه مع الشيخ خالد الغامدي جاءتني هذه الرسالة. يقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا أعظم شيء تتوب منه يا جماعة أعظم شيء تتوب منه تعلقك بغير الله ويا كثر تعلقنا بغير الله. الواحد يسجد بين يدي مالك الملك وكنا ساجد على جمر ولا على أسنة رماح
وهو أقرب ما يكون لمالك الملك كله. وإذا جاء يشتكي البشر تلقاه يعني يجتث المعاني من أعماق قلبه، وأنا عندي والله صار كذا وطلعون والأجار طيب ليش توك بين يدي ربي ما قلتها؟ بين يدي الغني ما قلتها، تروح تقول الضعف الفقراء؟ الشاهد يا جماعة يقول السلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ عبد المحسن موضوعي هو أنا شاب متخرج من جامعة من 3 سنوات، بحثت عن عمل ما لقيت شيء أبد، كل هذه السنوات ما لقيت أي عمل يسد حاجتي ومطالب الدنيا إلا راتب قليل 2500 ريال، تركت ذا العمل وأنا في حاجة، متزوج وعندي ولد واللي يصرف علي جدي وأمي، استحيت من الناس وكلامهم علي وضاقت علي الدنيا، قال جدي وأنا أبوك ماني بدايم لك، جده اللي يصرف عليه قال ماني بدايم لك والله إلا الله عز وجل، قال يا ولدي أنا ماني بدايم لك. فأثرت فيني هالكلمة مرة، وفي واحد رمضان نفس السنة يقول في واحد رمضان صليت في جامع الصفيان اللي أنا معتكف فيه، قال صليت في جامع الصفيان وبعد صلاة التراويح ألقيت أنت كلمة، في واحد رمضان ألقيت كلمة مسلمة، قال ألقيت أنت كلمة عن أن العبد فقير لله وأن الله يستجيب الدعاء، وقلت في المحاضرة في الكلمة أي واحد له في نفسه حاجة يسأل الله، وقلت حاطه بين قوسين وقلت لا يرفع أحد رأسه من السجود وفي نفسه حاجة ما قالها للملك سبحانه. أنا صدق قلت الكلمة، قلت لا أحد يرفع رأسه من السجود وفي نفسه حاجة ما قالها بعدين يروح يقولها الواحد فقير ويشوفه ربي ما شكاله وشكل ضعيف، فلا يرفع رأسه من السجود وفي نفسه حاجة. وذكرت قصة الذي قضى الله حاجته في أسبوع، هذه موجودة في موقع يا جماعة، هو بنفسه كاتبها الرجال، وذكرت قصة الرجل الذي قضى الله حاجته في أسبوع، أنا حاط بعد القنق أنا طلعت من أبكي من بعد الكلمة، يقوله أنا طلعت أبكي من بعد الكلمة حسيت بشيء غريب، بعدها تذكرت قرب الله عز وجل وأني عبد له وهو الملك، فدعيت الله وألحيت ب4 دعوات أنا في حاجتها، ذكر واحدة الثبات وذكر الوظيفة والشفاء وذكر أن أكون من الدعاة في سبيله، قال كل سجود أدعي وأدعي وأدعي، هذه هالكلمات وأنت في سجودك حي ادع وادع وادع، قال كل سجود أدعي وأدعي وأدعي، يقول أمس بالليل، هذا الكلام يا جماعة في 19 رمضان هو يشير ل 19 رمضان، قال وأمس في الليل رحت أقدم في شركة بعيدة عن تخصصي حق الجامعة، لكن قلت أرحم من الجلوس بلا عمل، وجدت استقبال مرة جميل، هذا كلامه يا جماعة، يقول وجدت استقبال مرة جميل على طول قابلوني وقالوا اجلس يريدك المدير، قابلته قال لي أنت شاب فيك طموح وصبر وأنا عندي مدرسة أهلية أبغاك تكون مشرف عليها ومسؤول عنها من جميع النواحي متابعة وإلى آخر، وقال لي أنت متزوج؟ يقول لها مدير، قال لي أنت متزوج؟ قلت نعم وزوجتي جامعية، قال وأيضا نوظفها معك في القسم النسائي، قال فرحت مرة بهالخبر وحمدت الله عز وجل وقلت يا رب أبغى وظيفة، جتني وظيفتي والحين حسيت أني أي شيء أبغاه ربي يعطيني، شوف الكلمة حسيت، أسأل الله أن يذيقنا وإياكم لذة الافتقار إليه والغنى به، قال حسيت أن أي شيء أبغاه ربي يعطيني، أهم شيء أحد يقوله، الحين هو هذا كلامه، يقول أهم شيء لا أحد يرفع من سجوده في نفسه شيء، أطلب الغني وهو يعطيك، راتبي الآن بفضل الله عرضوا علي 8000 وزوجتي 3000، أي شيء أبغاه من ربي الآن أدعوه ويعطيني، حسيت بقرب عجيب والحمد لله، والله لست فقير إلا لله. أحبتي آخر نصيحة أنصحكم في ثواني، تكفى حبيبي الغالي إذا سجدت بين يدي ملك الملك، تكفى لا ترفع وفي خاطرك شيء تروح تقول الواحد فقير، تكفى قل كل اللي في خاطرك لرب العالمين، إذا أذنبت ذنبا فتب، وإذا تبت فاستعصم بالله عز وجل، فاعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي، هذا الكتاب إذا قرأت كل آية حاول تدعو بعدها إما بتسأل الله من فضله أو تستجير الله من عذابه أو
أن تعظم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش وأخواتي هناك أن يشرفنا بأن يجمعنا بكم أخرى تحت العرش. اللهم يا رب إنك وحدك العالم ما في قلبي وقلوب أحبتي هؤلاء وأخواتي هناك. اللهم لا تبقي في صدري وصدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن ننفض من مجلسنا هذا. إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة جدير وإن هذا كله عليك يسير يا رب العالمين. اللهم أعطهم أكثر من أمانيهم. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.